السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نحكي عن الـ Frequency Bias Tie Line Control. يعني أنت لازم تكون منحاز باتجاه الـ Frequency عند الـ Control للـ Tie Line Power. طيب، سوا هذا الـ Power System أو الـ Block Diagram، الـ Diagram تاع الـ Power System مع الـ Frequency Bias Control. أكيد صعب إنه نبلش مباشرة من رسمة كاملة، فنأخذ جزء منها. إذا بتلاحظوا احنا عندنا two areas، هاي area 1 وهاي area 2. فلو بس أخذنا زوم على area 1، الزوم بالنسبة لنا على area 1 تماما بيشبه الكلام اللي شرحناه زمان. يعني شو فرقت area 1 و area 2؟ هم two systems بس اللهم بيناتهم tie line power. لو درسنا احنا زمان كان في عندنا system اللي هو بس مع governing أو speed control اللي هو الواحد على R. هذا نفسه موجود عندنا بـ area 1. مش هو مشكلتنا مع هذا السيستم، مشكلتنا مع هذا السيستم انه ما بيعمل elimination للـ steady state error. error في مين؟ في الـ frequency. طيب عندنا سيستم ثاني ايش ماله؟ هو two loops. اللوب الأولى نفس السيستم اللي تحت لكن معاه سبليمنتري كنترول. السبليمنتري كنترول شو هو؟ اللي هو احنا حكينا اي جي سي. سبليمنتري كنترول اللي معاه شو وظيفته؟ يعمل اليمينيشن للستيد ستيت ايرور. فعندنا تو كنترول لوب. كنترول لوب اسرع من الثانيه. الانر لوب هي اسرع، اللي هي بتحاول تخفف او تعالج الفريكوانسي ايرور. الاوتر لوب اللي هي سبليمنتري كنترول، السكندري كنترول اللي هي بتحاول تعمل elimination للستيد ستيت ايرور. طيب نفس الكلام السيستم عندنا في area 1. بعض الجفرنرز شو وظيفتهم؟ يحاولوا يعالجوا مش يعملوا elimination، يعالجوا الستيد ستيت frequency deviation ويحافظوا على البارلل لودنج والامور اللي احنا شرحناها قبل هيك. وعندنا كمان سيستم ثاني شو وظيفته هذا السيستم؟ وظيفته يحل اللغز اللي صاحبنا اللي امامنا دائما محتار. هو ليش محتار؟ انه مش صح نظلنا عايشين على frequency deviation، لازم نلغيه. معناته عشان نلغيه شو محتاجين؟ محتاجين integral controller يتغلب على الحيرة اللي احنا كنا فيها. الان شو ظهر معنا؟ ظهر معنا new summer point، new factor اللي هو B1، في شيء اسمه ACE اللي هي Area Control Error 1 لأنه احنا في Area 1، وفي سيجنال موجودة احنا عندنا على اليمين. شو هاي السيجنال الموجودة على اليمين؟ كل هاي الشغلات جديدة طلعت معنا، فبدنا نحاول في هذا الفيديو إن شاء الله إنه نفهمها. سريعا الجزء اللي بالأصفر هذا اللي عندنا شو وظيفته هذا؟ هذا بس وظيفته يحسب التاي لاين باور دلتا أو التغير في التاي لاين باور. طيب هاي الاريا اللي هون راح نحاول نكبرها شوي. احنا مش هدفنا نكبرها، مش راح تكبر كثير، بس نعمل زوم عليها عشان ما نعمل لكم ديستراكشن. بدي اخذها على منطقه لوحدها. هاي السيستم اللي راح ندرسه احنا كاننا مهتمين باريا 1، ونفس الكلام بنطبق على مين؟ على اريا 2. فنبلش نقطه نقطه. اول شيء شو هاي السيجنال اللي امامنا؟ هاي السيجنال عباره عن الانترتشينج باور او التغير في الانترتشينج باور. من وين اجت هاي؟ هي نفسها اللي موجوده على اليمين. هاي كيف حسبناها؟ حسبناها من التورك كوفيشنت، وبس عملنا انتجريشن للفريكونسي ديفيشن للفريكونسي ديفيشن اللي هو الفيديو اللي قبل الماضي. هاي نفس السيجنال اللي موجوده عندنا في الزومد اريا. فالان احنا في عندنا للسمر بوينت اللي احنا بندور عليه اللي هو النيو سمر بوينت اللي امامنا. شو في عندنا؟ أول سيجنال عارفين شو هي؟ شو هي الأول سيجنال؟ اللي هي التغير في الانترتشينج باور، التغير في التاي لاين باور. طيب هاي التغير في التاي لاين باور بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قلنا احنا بتدرسها أنت دلتا بي 1 2، دلتا بي 1 2 هي بوزيتيف لمين؟ لأريا 1، وهي نيجاتيف لأريا 2. إذا بدك إياها بوزيتيف إذا بدك إياها بوزيتيف شو لازم تعمل؟ لازم تاخذها بوزيتيف لاريا 2، بوزيتيف دلتا بي 21 اللي هي ماينس دلتا بي 2. طيب السيجنال الثاني اللي موجوده من هون شو هي؟ اللي هي نفس السيجنال اللي هون، اللي هي ايش؟ التغير بالفريكوانسي. من وين جبنا هاي السيجنال؟ هيها التغير بالفريكوانسي من هون حولناها لهون. طيب ايش السيجنال اللي امامنا؟ هي مضروبه اللي هي التغير بالفريكوانسي مضروبه بفاكتور، هذا الفاكتور بي 1. شو بتتوقع وحدته تكون بي 1؟
بيون وحدته ببساطة ايش تغير لنا؟ التغير بالفريكونسي لتغير بالباور. شو عرفنا لازم يصير تغير بالباور؟ ما السبر بوينت هاي اول انبوت تعلمناه شو هو؟ التغير بالباور. فلازم هاي شو تكون وحدتها؟ برضو التغير بالباور. فاكيد بي 1 حتكون قيمتها شو هي؟ ميجا وات بير هرتز. طيب نكمل سوا، هي بوزيتيف. فصار عندنا السمر بوينت بتجمع تو ايرورز. شو هم الايرورز؟ امبليفايد فريكوانسي تشينج. شو خلاني نعتبرها امبليفايد؟ بي 1 رقم كثير كبير بالنسبه لدلتا اوميجا. فدلتا اوميجا التغير بالفريكوانسي ضربناه بفاكتور كبير بجين كبير. هذا اول ايرور. الثاني اللي هو الايرور في التايم لاين باور في الانترتشينج باور. هذول التو ايرورز الاثنين، التو ايرورز الاثنين شو راح نسميهم؟ الاريا كنترول ايرور. هاي الاريا كنترول ايرور. الان بالنسبه لاريا 2 احنا حكينا الاشارات ماينس بلس. بلس لمين؟ للفريكوانسي ديفيشن، بس بعد ما ضربناها بفاكتور. هذا الفاكتور شو اسمه؟ بي 1 لاريا 1 وبي 2 لاريا 2. ففي اريا 2 شو راح يصير عندنا؟ بلس دلتا بي 21 زائد بي 2 دلتا اوميجا 2. طب ليش اوميجا 1 واوميجا 2 مش متساويات؟ جنرالي هم متساويات، بس في حالات ما بكونوا متساويات. هذا راح نشوفه ان شاء الله بالاكزامبلز. طيب نروح سوا الان اذا بدنا نوصل للستدي ستيت فريكوانسي تشينج، شو الحل الوحيد اللي امامنا؟ نركز على كونسبت شو هو، انه الانبوت بالستدي ستيت للانتجرال كنترولر كم راح يكون؟ راح يكون زيرو بالستدي ستيت، بغض النظر قديش الدايناميك تايم ما بنعرفوش، بس راح يمكن يكون طويل او ممكن يكون اسرع من هيك. طيب بي 1 شو هاي؟ بي 1 هاي الفريكوانسي بايس فاكتور. ليش اسمها فريكوانسي بايس فاكتور؟ لو هيك مجازا افترضنا انه الاريا كنترول ايرور، مش الاريا كنترول ايرور هي الانبوت للانتجرال كنترولر، لازم تصير صفر، لازم تصير صفر. وكان الانبوت تاعها، الانبوت تاعها لو التغير بالفريكوانسي والتغير بالباور، معقوله انه انا اجمع تغير الباور اللي ممكن يكون بالجيجا وات مع التغير بالفريكوانسي اللي هو 1.1.2 هرتز؟ مش منطق. فعشان نكون بايست للفريكوانسي ضربناه بفاكتور كبير، ضربناه بفاكتور كبير. هيك احنا اهتمينا بالتغير بالفريكوانسي، وصار يعني التغير بالفريكونسي كثير مهم عندنا، امبليفايد، فهو كثير مهم عندنا. طيب فعشان هيك اسمه بايس فريكونسي كنترول للتايلاند باور. طيب نفس الفكره عندنا تو ارياز، رجعنا هيك يفترض ان احنا صرنا فاهمين هذا السيستم اللي امامنا. عندنا تو ارياز بيناتهم ايش؟ تايلاند باور. بعض الجنريترز مش كلهم معاهم اي جي سي، بعض الجنريترز مش كلياتهم مع اي جي سي، سيلكتد نمبر اوف يونتس بس اللي معاهم اي جي سي. السؤال الان كيف بدي احسب بي 1 وبي 2 او كيف بدي اختارهم؟ هذول كنترول فاريبل، هذول نعتبرهم بروبورشنال كنترولر، انا بدي اختار قيمه الكي بي. طيب كيف بدي اختارهم؟ السؤال الان لو انا اخترتهم خطا، لو انا اخترتهم خطا هل راح ياثر على الستدي ستيت فريكوانسي ديفيشن؟ لا ما راح ياثر. ليش؟ لانه في انتجرال كنترولر. شو ما انت هذا الانتجرال كنترولر اللي امامنا، شو ما انت عملت خطا بالداينامكس يعني بالترانزينت ريسبونس راح يعالجه. بس وين المشكله؟ بصير الدايناميك مدته طويله. فعشان هيك لازم نختار بي 1 وبي 2 بطريقه صحيحه. في اكثر من طريقه لحساب بي 1 وبي 2، احنا ما بدنا ندخل في هذا الديبيت، احنا اللي راح نركز عليه ان كانت بي 1 وبي 2 ما كانت جيفن بالسؤال، راح نفترضهم نفس قيم بيتا 1 بيتا 2. شو هم بيتا 1 وبيتا 2؟ الكومبوزيت فاكتورز. في فرضيات ثانيه وبتثبت صحتها، انه ممكن بيتا 1 تكون اكبر من سوري بي 1 تكون او بي اكبر من بيتا، او بي تساوي نص بيتا، وهلم جرى. احنا هذا الشيء مش مهم عندنا. طيب براكتيكالي كيف احنا بنحسبها؟ براكتيكالي بنستنى فرصة انه يصير عندنا sudden change باللود او outage على احد الجنريترز، وبندرس بعد هيك شو صار، قديش صار في تغير بالفريكوانسي. فبنحسب بي 1 او بي 2. غالبا وحدة بي 1 او بي 2 هي ايش؟ ميجا وات بير بوينت 1 هرتز. ليش بير بوينت 1 هرتز؟ لانه انت ما بتستنى الهرتز يتغير كامله، انت الفريكوانسي ما بتتغير 1 هرتز، تتغير سمول فراكشن منها.
لانها هي اصلا براكتيكال فاليو بي 1 وبي 2، فهي غالبا يعني بصير لها استيميشن او جس على اساس انها ميجا وات بير بوينت 1 هرتز. طيب نكمل سوا. كانت نقطتنا في الستيدي ستيت، تحديد للستيدي ستيت شو هو؟ انه الانبوت للانتجرال كنترولر بالنسبه لنا صفر. فلو انتبهنا للاريا كنترول ايرور اللي هو الانبوت للكنترولر، الاريا كنترول ايرور، على اساس ما تتغلبش بمصطلح الاريا كنترول ايرور، شو وظيفه الاي جي سي؟ يعالج تغير الفريكوانسي وايش كمان، ويعالج التغير في الانترتشينج باور. مش هاي نفسها الاريا كنترول ايرور؟ بس اللهم الفريكوانسي مضروبه بفاكتور، فعشان هيك احنا ايش عندنا؟ اريا كنترول ايرور 1، اريا كنترول ايرور 2. شو هم؟ التغير في الانترتشينج باور، بس في اريا كنترول ايرور 2 ليش صار عندنا ماينس؟ لانه الاصل هي بلس، بس احنا عشان ضلنا دلتا بي 1 2، مش مره نكتب دلتا بي 1 2 مره دلتا بي 2 1. طيب والشغله الثانيه بي 1 وبي 2 هذول ايش؟ بايس فاكتورز. بايس فاكتور ضربناهم احنا، اخترناهم من عندنا علشان نضربهم بالفريكوانسي. فالاريا كنترول ايرور شو هي؟ مجموع الانترتشينج باور زائد ايش؟ الامبليفايد او البايس فاكتور، البايس frequency change. طيب هل بس عندنا 2 areas؟ لا، ممكن يكون عندنا 3 areas، بس احنا في مادتنا بنركز بس على 2 areas. طيب شو معنات area control error؟ الarea control error قديش لازم الجوفرنر يعدل باور حتى يعمل elimination لهذا الايرور، قديش لازم نعدل الجينيريشن على اساس انه نعمل elimination للايرور. ان شاء الله في الاكزامبل اللي جاي بالفيديوز اللي جايين راح نفهم نقاط ثانية ما شرحتها أنا هون، لأنه بالآخر بدون ما يكون في خلينا نقول real practical example ما راح نستوعبها أكثر. راح ندرس ل different cases، ونوعا ما هذا ال example راح نبلش فيه من المحاضرة الماضية هو أهم شيء في مادتنا. ويعطيكم العافية.